اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده جندوفلي بالزبده سبايسي، وهعمل معاه سلطه جمبري سبايسي برضو بالجبنه. نقول على مكونات الجندوفلي الاول: جندوفلي، زبده، فلفل حار، ثوم، خل، بقدونس وليمون. هحط طاسه على النار، ويا ريت طاسه او حله بس تبقى معاها غطا. لو ما فيش غطا ممكن لو في نفس طاسه نفس المقاس هقلبها واوري حضراتكم فوقيها تبقى شكلها عامل ازاي. ممكن احط الزبده الاول، طبعا انا هحط كميه زبده كبيره، ممكن يبقى بالزبده ممكن بالزيت زي ما حضراتكم تحبوا، بس انا هعمله بالزبده. وهحط معاها شويه من الزيت صغيرين علشان ما يحصلش انها ايه لونها يتغير. احط الفلفل، طبعا الجندوفلي اول لما بيتجاب قبل ما نستعمله بنحطه في ميه مغليه بمصفى او باي حاجه كده بس يفتح ويطلع الرمله اللي جواه عشان يبقى واحنا بناكل يبقى نظيف. في ناس كتيره او في طباخين كتار ما بيحبوش الطريقه دي عشان بيقول لك اغلب الفليفر اللي فيه بيروح، بس انا افضل ان الفليفر يروح جزء منه وان انا ما اكلش رمله في بقي بصراحه. طبعا في طرق تانيه، لو جبناه عايش ممكن نحطه في ميه حلوه بيفضل يقلب في نفسه ويطلع كل اللي جواه، يعني بيطلع الرمله اللي جواه، بس الطريقه دي بتبقى اسهل واسرع. هقلب كده الزبده وخلي الثوم والفلفل يطلعوا فليفر، واحط البقدونس. مش هحط ملح خالص لان الجندوفلي عاده بيبقى مالح، فمش هحط ملح عليه. اقلب كده وزي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقه، لو عندنا حله بغطا او طاسه في طاسات بغطا نقدر ان احنا نستعملها يفضل، لو مفيش طاسه بغطا وفي طاسه تانية نفس مقاسها هقفلها كده. ما بين 5 و7 دقايق بيبقى استوى، وبعد ما يستوي بحط عليه الليمون والخل. 5 دقايق 7 دقايق البخار اللي طالع هيفتح كل الجندوفلي. نشيل دي كده. كل الجندوفلي فتح، اللي ما تفتحش هيبقى جواها في رمله او هتبقى مش مظبوطه. هحط شويه من الخل وشويه من الليمون في الاخر خالص بعد ما يخلص طبخ. وبقدونس مفروم. قلبه تقليبه كمان. لو في بقى شويه رز شويه مكرونه اي حاجه موجوده تحط عليه هيبقى مكرونه بالجندوفلي او رز بالجندوفلي. مش محتاج غير ليمون بس، لان اكيد الجندوفلي ده يحتاج ليمون. يبقى اول طبق جندوفلي سبايسي بالزبده. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم سلطه جمبري سبايسي بالجبن. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم من الفاصل، عملت جندوفلي سبايسي بالزبده، هعمل دلوقتي سلطه جمبري سبايسي بالجبنه. المكونات: سبانخ افرنجي، جمبري وسط بالديل متنظف، ريحان، عين جمل، فلفل حار، ثوم، ليمون، جبنه مبشوره، بقدونس وطماطم. ابتدي الاول اسوي الجمبري. طاسه كده على النار، معلقتين زيت زيتون، واحط الجمبري. نوصله كده لكل مكان في الطاسه عشان كله يستوي في نفس الوقت. احط عليه شويه من الملح، شويه فلفل اسود، مش هحط ملح. احط الملح بقى هعمل ايه دريسنج، فاحط الملح كله في الدريسنج عشان يبقى كله واصل نفس الطعم. هقطع الطماطم، خلينا نقطعها حلقات عشان تبقى مختلفه شويه. هاخد سن التوم صغيره قوي، يعني تقريبا ربع معلقه، احطها كده في النص وحرك الزيت علشان تاخد نفس الطعم، والباقي هيتحط في الدريسنج. يبقى نخلي الطماطم اللي اتقطعت هنا،
مهم قوي واحنا بنقطع او احنا بنشتغل في المطبخ اي حاجه على الكاتنج بورد على لوح التقطيع ده ما نخليهاش موجوده علشان ما فيش حاجه تتزحلق، ما فيش حاجه تجري. ابقى ماسك سكينه حاميه واجي مثلا اقطع جزره ولا بصله ولا خياره تتحرك فيبقى فيه ايه اصابات. فدايما كلين از يجو زي ما الانجليز بيقولوا، يعني ننظف طول ما احنا ماشيين. هقلب الجمبري واحده واحده. انا حتى ممكن دلوقتي اشيل الجمبري من على النار وبقيه السخونيه هتكمل سواه، بس اتاكد ان كله اتقلب. كده ممكن اطفي النار او ممكن اخليها على النار كده واطفي، تفضل البوتاجازات الكهرباء دي بتفضل سخنه شويه فبقيه السخونيه هتكمل السوا. والفلفل الحار مهم بقى ناخد بالنا من النقطه دي كويس قوي. لو عندي توم في الدريسنج يبقى لازم احط اعمله في بوله، لو ما عنديش توم في الدريسنج ممكن احط الليمون والملح والفلفل وكل حاجه مره واحده، بس ما دام في توم يبقى هنحتاج ان احنا نقلبه. فهاخد زيت زيتون. بص كده على الجمبري، مش عايزين نسيبه براحته علشان سنة الفرق ما بين ان هو يبقى حلو وان هو يبقى وحش، يعني بنتكلم في 5 لـ10 ثواني بيفرقوا في طعمه خالص وبيخلوا يا اما يكون مستوي ومظبوط وطعمه طري يا يبقى مرمل وطعمه ناشف. هاخد معلقه من الملح، فلفل اسود، وهحط الليمون بدل الميه فمش هحتاج ازود ميه. هاخد الريحان، واقطعه تقطيع واحده وشويه من البقدونس. طبعا اي خضره عند حضراتكم تنفع. بعده عن النار كده علشان ما يبقاش ما ياخدش سوى زياده. احط سبانخ، طماطم، احط الفلفل فوق السبانخ، تعالي هنا، وعين الجمل هنا، واخد الجمبري بقى نرصه كده على الايه على الوش. طبعا وقت الاكل هنقلب براحتنا وايه بألف هنا وشفا. اهم حاجه بس في الاكله دي خلي بالنا من ميعاد تطليع الجمبري من على النار علشان ما ينشفش، يفضل دايما طري وطعمه كويس. ناخد شويه على الجمبري هنا كده والباقي على كل من المكونات، يعني على السبانخ شويه وعلى عين الجمل شويه وعلى الطماطم شويه. ممكن ناخد واحده من دول نحطها هنا. واي جبنه مبشوره، انا عندي دي جبنه بارميجان، بس اي جبنه هتبقى كويسه، يعني الموجوده عندكم في البيت. وليمون علشان اللي عاوز يزود. شويه اخيره من زيت الزيتون. يبقى اول طبق كان جندوفلي بالزبده سبايسي، تاني طبق جمبري سبايسي بالجبنه. الف هنا وشوفكم حلقه جديده.